يا محمد. الله أكبر. الله أكبر. تفجيران انتحاريان هزا العاصمة السورية، والهدف هو فرع رئيسي للمخابرات الجوية في حرستا، إحدى البلدات المتمردة في ريف دمشق. من موقع غير محدد بث ناشطون صورا مباشرة قبل وخلال وبعد التفجيرين اللذان أضاء سماء العاصمة السورية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد سقوط العشرات بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أن مصير السجناء في أقبية الفرع ما زال مجهولا. جبهة النصرة الإسلامية التي يقال إنها ذات فكر سلفي جهادي تبنت في بيان لها التفجيرين الداميين، مؤكدة أنهما جاء ثأرا لمن ظلم أو قتل من المسلمين بحسب البيان. وسبق لهذه الجبهة أن تبنت عددا من الهجمات، كان آخرها في ساحة سعد الله الجابري في حلب. إلى ذلك شهدت مناطق في محافظة حمص تطورات ميدانية، حيث تشن القوات النظامية السورية حملة واسعة للسيطرة على مناطق المعارضة في وسط مدينة حمص ومدينة القصير القريبة منها. وأكد ناشطون أن القوات السورية تحاول اقتحام المدينة من ثلاثة محاور، مشيرين إلى أن الاشتباكات عنيفة جدا وتتزامن مع قصف تتعرض له المدينة. في حلب ثاني كبرى مدن سوريا، تعرضت أحياء بستان الباشا والحيدرية والشيخ خضر شمال شرق المدينة لقصف عنيف منذ الصباح الباكر، كما سمعت فيها أصوات اشتباكات عنيفة، فيما استأنفت القوات النظامية عملياتها في مناطق عدة من ريف حما وريف اللاذقية.